بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة النهاردة في إطار حرص الحكومة وأجهزة الدولة دائما على المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري وإحاطة كل المواطنين بإيه اللي بيتم من إجراءات للتعامل مع الأزمات العالمية الكبيرة اللي احنا بنشهدها، ويعني كعادتنا دايما في مصارحتنا للمواطنين بكل الاشياء بتفاصيلها، كان حرصنا النهاردة ان احنا نعقد هذا المؤتمر الصحفي الحقيقة بحضور السيد محافظ البنك المركزي وعدد من السادة الوزراء والمسؤولين في الحكومة، عشان الحقيقة نتكلم على عدد من الخطوات والاجراءات اللي تمت في خلال هذه الفترة، والقرارات والاجراءات ايضا اللي هنعلنها النهاردة المهمة جدا للتعامل مع الازمة العالمية الغير مسبوقة الخاصة بأزمة روسيا وأوكرانيا. والحقيقة هذه الأزمة ألقت بظلالها وتداعياتها الشديدة على كل اقتصاديات العالم، وأكيد كلنا شايفين العالم النهاردة مدى تأثره الشديد بهذه الأزمة في كل المناحي، وده اللي خلى الحقيقة كل دول العالم بدون استثناء تتخذ قرارات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية ليها علشان ازاي تعرف تتواءم مع هذه الأزمة الغير مسبوقة. الحقيقة خلونا نتكلم على مصر بالذات والوضع اللي موجود فيها النهاردة احنا موجودين فيه، ان الدولة المصرية الحقيقة منذ بداية أزمة كورونا استطعنا ان احنا ندير هذا الملف بنجاح كبير جدا، واستطعنا الحقيقة على مدار ما يقرب من عامين ان احنا نتحمل أعباء هائلة في إدارة ملف هذه الأزمة، و استطعنا مع كل ده ان احنا نحقق يعني كعدد يعني كاستثناء مع عدد قليل جدا من الدول نمو اقتصادي موجب، وواجهنا تحديات يعني شديدة. ولكن يمكن طبعا كلنا عصرنا ان مع انتهاء أزمة كورونا بدأت موجة كبيرة جدا من التضخم والاضطراب في سلاسل الامداد، وتكاليف الشحن والنقل ارتفعت بصورة كبيرة جدا، وللأسف جت كمان أزمة روسيا وأوكرانيا لتضيف ضغوط تضخمية هائلة على العالم كله. والنهاردة احنا بقينا بنسمع أرقام تضخم في العالم ما حدش سمعها من عشرات السنين. ويمكن هنا أنا عايز أصارح المواطنين بنقطة مهمة جدا، إن يمكن هذه الأزمة أشد بكثير جدا من أزمة كورونا، لأن في أزمة كورونا اللي حصل إن عدد كبير جدا من الدول توجهت لفكرة الإغلاق التام، والإغلاق التام ده أدى إلى نقص الطلب على كل السلع والمنتجات، وبالتالي أدى إلى انخفاض أسعار هذه المنتجات والسلع. وجدنا كنا في وقت من الأوقات أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية نزلت لأقل معدلاتها في العالم كله، لأن الناس كانت كلها قافلة وبالتالي ما كانش هناك طلب. ده سمح لنا احنا في مصر في هذه الفترة أن نوفر جزء كبير من الموارد اللي كانت محطوطة مخصصة لهذه النفقات، اننا ضختها في خلق فرص عمل لشبابنا، وبالتالي قدرنا ان احنا يعني كعدد يمكن كدولة من الدول القليلة جدا اللي نجحت انها تخلق فرص عمل كبيرة جدا في هذه الفترة، وانها تحقق نمو اقتصادي موجب. ولكن وطأت هذه الازمة الحالية ان الاسعار حصل العكس تماما، ان الاسعار زادت بصورة غير مسبوقة، وشفنا بالذات اسعار الوقود والسلع الغذائية الكبيرة اللي حصلت بطفرات بارقام كبيرة جدا، وده سبب ضغط هائل على مواردنا، لان النهاردة بقينا مضطرين ان احنا نتعامل لتأمين اكبر قدر من الموارد علشان نؤمن السلع بتاعتنا. والدولة المصرية الحقيقة بتوجيه من القيادة السياسية كانت واخدة الاجراءات الاحترازية على مدار فترة طويلة من توفير مخزون استراتيجي من كل السلع اللي مكننا الحمد لله النهاردة ان المواطن بيقدر ينزل ويشوف ان السلع كلها موجودة بدون اي نقص. والحقيقة من اول ما بدأت هذه الازمة واحنا ابتدينا نتعامل مع موجة الارتفاع الكبير اللي حصل في الأسعار بزيادة انزال حجم كبير جدا من السلع في الأسواق، وتعاملنا مع هذا الموضوع من خلال لجنة الأزمة اللي شكلت لهذا الغرض، واللي النهاردة بقت بتقعد على مدار كل أسبوع بنقعد وبنراجع مع بعض الموقف عشان نؤمن كل السلع وضرورات الحياة للمواطن المصري. وبالتالي الحمد لله قدرنا في الفترة الأيام القليلة الماضية ان احنا نجبح جماح زيادة الأسعار اللي حصل، ويحصل وفر كبير من السلع. ويمكن كان توجيهات أيضا القيادة السياسية بالتبكير بالمعارض
منافس بيع السلع عشان استغلالا لقرب حلول شهر رمضان المعظم. فالحقيقة فتحنا المنافس بأسعار وتخفيضات كبيرة جدا. أخذنا قرارات في يعني تسعير الخبز الحر، وأكيد حضراتكم تابعتوا هذا الموضوع، وأعطينا حوافز النهاردة لتأمين أكبر مخزون من القمح من خلال حوافز إضافية تم إقرارها لحافز توريد ونقل القمح، بحيث يبقى السعر مجزي للفلاح المصري، وبحيث أن احنا نؤمن بأكبر قدر ممكن الحقيقة احتياجاتنا من القمح على الأقل لغاية نهاية هذا العام. الحقيقة في إطار الخطة المتكاملة للتعامل مع هذه الأزمة، واللي احنا للأسف برضو العالم كله مش شايف مدى زمني لانتهائها، وبالتالي ده كان يتطلب مننا ان احنا نضع كل السيناريوهات في الاعتبار، ومنها وانا يعني لازم نقولها ان يكون هناك سيناريو متشائم لطول امد هذه الأزمة. وبالتالي احنا كان لازم نعيد صياغة كل سياساتنا النقدية والمالية زي كل الدول العالم ما عملت، علشان ان احنا نتعامل مع السيناريو دائما المتشائم، ماذا لو طال امد هذا الصراع وتداعياته وضغوطه على كل موارد وامكانيات العالم، ومصر هي جزء لا يتجزأ من هذا العالم. فالحقيقة ان المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية اللي هو برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعينين بالملف الاقتصادي، كنا على يعني تنسيق فيما يعني وضع كل الإجراءات اللي من شأنها إنها تمكن مصر من الحفاظ على المكتسبات اللي حققناها كاقتصاد في الفترة السابقة، ولكن في نفس الوقت يكون هناك أيضا مراعاة للبعد الاجتماعي في والحماية الاجتماعية في الفترة دي، على اعتبار طبعا أن هذه أزمة وهناك ارتفاع كبير في الأسعار. والحقيقة أن المجلس التنسيقي بتوافق على مدار الفترة السابقة يعني حصل نوع من التوافق على عدد من الإجراءات اللي تخص كل من السياسة النقدية والسياسة المالية.